شكرا للزميل العزيز الإعلامي اللامع سيف زاهر وضيوفه الكرام الكباتن الكبار دكتور طه اسماعيل، كابتن أيمن يونس، كابتن حازم إمام، كابتن عماد متعب. وبسم الله الرحمن الرحيم أصدقائي المشاهدين، مشاهدي أون سبورت، أحباء كرة القدم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. وبعد الاستماع للسلام الوطني لمصر وبلادي بلادي وتحيا مصر والعلم اللي بيجمعنا جميعا والنشيد اللي بيوحد بينا جميعا، الآن حان وقت السوبر، القمة 235 نتمناها قمة سوبر بإذن الله، قمة المحروسة، كلاسيكو مصر، ديربي العاصمة والقرعة. قبل المباراة الكابتن والقائد أحمد فتحي كابتن النادي الأهلي في مواجهة شيكابالا كابتن نادي الزمالك، وبينهما حكم من أفضل ومن أشهر الحكام على مستوى العالم، هذا هو ما يطلق عليه حكم عالمي بالفعل، الدكتور فيليكس بريتش. نعم هو دكتور، هو محامي ومعه دكتوراه في الرياضة، وحكم قدير وشهير جدا وأدار المباريات النهائية لأكبر البطولات الأوروبية، نهائي اليوروبا ليج ونهائي الشامبيونز ليج، وكان الأسبوع الماضي شفناه في مباراة يوم الثلاثاء في دوري الأبطال طبعا نابولي وليفربول. على الشاشة التشكيلة الأهلوية ثم التشكيلة الزملكاوية في قصة كروية عمرها 102 سنة، حوار كروي ممتد عبر الأجيال. الآن أو الليلة هي ليلة السوبر، السوبر رقم 16 الحائر بين الفريقين، والمواجهة الأولى بين وولف أوف صربيا كما يطلق على نفسه الذئب والثعلب الصربي ميتشو في مواجهة السويسري ريني فايلر في تاني مبارياته فقط وفي أول مباراة يقودها على الأراضي المصرية وأول تعارف حقيقي مع الجمهور الأهلاوي. سريعا إلى تشكيلة الفريقين اللي بتحمل مفاجآت. الفريقين يكفي أننا نقول أن الاتنين بيبدأوا بدون راس حربة صريح، لا صلاح محسن كما كان متوقع في التشكيلة الأهلوية، ولا مصطفى محمد وعمر السعيد كما كان متوقع في التشكيلة الزملكاوية، وكأن الاتنين مدربين بيغشوا من بعض، وكأن كل واحد بص على ورقة اللي جنبه، فايلر وميتشو تقريبا. يعني هنشوف طبعا التكليفات والواجبات والوظائف في أرضية الملعب هتختلف، لكن خلينا على أي حال نتابع ونشوف إيه اللي هيحصل وسط حضور جماهيري لأول مرة منذ زمن. المباراة بتقام على أجمل نغمات ملاعب كرة القدم، على أجمل إيقاعات الاستادات والملاعب، على إيقاعات ونغمات التشجيع، على نغمات الجمهور العائد بعد غياب. ميتشو في مواجهة فايلر، فايلر اختار النهاردة في حراسة المرمى الأهلاوي محمد الشناوي، أربع لاعبين في الدفاع، أحمد فتحي 24، قلبي الدفاع محمود متولي رقم 4 وبجواره ياسر إبراهيم بالرقم 6، وفي الجهة اليسرى علي معلول بالرقم 21، في نص الملعب حمدي فتحي 8، عمرو السلية 17، ورباعي هجومي في الأمام حسين الشحات 14، محمد مجدي أفشة 19، رمضان صبحي 7، وجونيور أجاي مفاجأة التشكيل الأهلاوي في هذه المباراة في هذه الليلة بالرقم 28. انطلقت المباراة وأول كرة من الجهة اليمنى الزملكاوية النارية مؤخرا شيكا ونز، لكن يضغط الدفاع الأهلاوي وبالفعل تلمس في حمدي النجاز تطلع برا الملعب رمي التماس. على اليسار النادي الأهلي بالفانيلا الحمراء، على اليمين الزمالك بالأبيض والخطين الحمر، لكن النهاردة بالشورت البديل بالشورت الأزرق لعدم التشابه أو التطابق مع شورت النادي الأهلي الأبيض. نعود للقاء طارق حامد إلى النجاز وانطلاقة، التركيز في الدقيقة الأولى في المباراة على الجبهة اليمنى حمدي النجاز، لعبة الكرة ومحاولة مرة تانية لكن يبعدها علي معلول وتطلع بره الملعب إلى رمي التماس. زملكاوية في هجوم زملكاوي مبكر في بداية هذه المباراة، حمدي النجاز يقرب شيكابالا يستلم ويلعبها بالكعب لكن ما تتظبطش وتطلع بره الملعب ضربة مرمى. تشكيلة الزمالك النهاردة محمد عواد في حراسة المرمى، أربع لاعبين في الدفاع، حمدي النجاز 12 في الجهة اليمنى، قلبي الدفاع محمود علاء 4، محمد عبد الغني 5، وفي الجهة اليسرى يبدأ من جديد محمد عبد الشافي بالرقم 19، في نص الملعب الثنائي
طارق حامد رقم 3، فرجاني ساسي بالرقم 13، والرباعي الهجومي في الامام شيكا رقم 10، يوسف اوباما 11، محمد اناجم رقم 27، واشرف بن شرقي بالرقم 20. هجمه للنادي الاهلي وانطلاقه، ومن على حدود منطقه الجزاء فرصه للتسديد، فرصه قفشه قفشه قفشه، تسديده اولى ومحاوله بالفعل من محمد مجدي، لكن تخبط في الدفاع الزملكاوي وتترد الهجمه زملكاويه. بن شرقي لعبد الشافي يا ولد، يلعبها بخارق القدم بشكل رائع للمغربي. اوناجم يستلم وبيحاول يعدي من ناحيه الشمال، لكن يحط رجله ويقابله ويواجهه في التوقيت المناسب احمد فتحي، ويخرجها الى رمل التماس. محمد عبد الشافي تماس زملكاوي من الجهه اليسرى، تتلعب الكره الى اوباما، يعيدها بالراس تاني على حدود منطقه الجزاء، لكن اتقطعت الكره من ساسي واتحولت الى هجمه اهلاويه. رمضان صبحي في مواجهه حمدي النجاز، ترجع الكره مره ثانيه الى رمضان ويعيدها الى محمود متولي، يبدا الهجمه بكره طويله الامام. قفشه بيحاول يستلم في مواجهه ساسي، يقع ساسي على الارض، ودفعه من محمد مجدي قفشه وصفاره وبحره للزمالك. بدايه ساخنه، بدايه قويه حقيقه لهذه المباراه. السوبر زي ما بقول بيعود من جديد، يعني بعيدا عن اقامتها في يناير، بعيدا عن اقامتها بين الدورين، بتعود المباراه لمكانها وتوقيتها الطبيعي في بدايه الموسم، بدايه موسم جديد. من على فكره يعني هي طبعا المباراه مش سوبر السنه دي، ده هي يعني كالعاده يعني آلت زمن الكره المصريه بتعود بنا للخلف مره اخرى لتسديد الخانات وتقفيل الدفاتر وتخليص الحسابات. ده كاس السوبر المصري لموسم 2017-2018، ولسه طبعا السوبر الجديد لسه هيتحدد مكانه لاحقا ان شاء الله. اوناجم اللي يعتبر ايضا مفاجاه تشكيله ميتشو في تشكيله الزمالك في هذا اللقاء. ساسي يرجع الى محمود علاء، بدايه هجمه ناحيه اليمين لمحمد عبد الغني، لمحمود علاء اللي يلعب الكرة طويلة وأمامية يلحقها النجاز، بيحاول يلحقها حمدي النجاز، لكن الكرة لحقها والله حمدي، لا في راي في راي، وصفارة وضربة مرمى أهلاوية. ريني فايلر السويسري اللي نجح في الفوز بالدوري والسوبر في بلجيكا مع أندرلخت في 2017، وبعد الخروج من سويسرا إلى بلجيكا يخوض تجربته العربية والأفريقية مع العملاق الأهلاوي. محمد الشناوي يتأخر وكان هيدفع ثمن غالي جدا، أشرف بن شرقي ضغط عليه، الشناوي حب أنه يتخلص من الكورة، خبطت في أشرف وطلعت بره الملعب لضربة مرمى. الشناوي مباراة طبعا في الإسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط، استاد الجيش ببرج العرب، حضور جماهيري 10,000 متفرج أهلي وزمالك. كان هناك بعض المناوشات الجماهيرية قبل المباراة، تم الاحتواء، تم التركيز في الكورة وفي اللقاء، ونتمنى إن شاء الله الأمور تسير بشكل جيد حتى النهاية وتكون بداية للعودة الحقيقية لروح كرة القدم الجماهير. محمد عواد في سنة أولى قمة، مش لوحده طبعا، الثلاث حراس اللي كانوا في القايمه طبعا، ابو جبل النهارده بديل، محمد صبحي كان في القايمه وخرج، ومعاهم عواد، الاثنين النجمين نجمي المغرب الكبار بن شرقي واناجم، امام عاشور، مصطفى محمد، اسلام جابر برضو كان في القايمه وخرج، كريم بامبو كان في القايمه وخرج، لكن لعب قبل كده القمه لكن بالوان النادي الاهلي، اليوم كان في قائمه الزمالك ولكن خرج قبل المباراه. قد تكون الضربه الاولى لميتشو في هذه المباراه. محمد عبد الغني تعرض لاصابه، سقط على الارض ونزل له طبعا فورا الجهاز الطبي الزملكاوي، وهنشوف موقف محمد عبد الغني هيبقى ايه بالظبط، هل هي اصابه عضليه ولا خبطه كدمه. وميتشو بيستعرض مهاراته، بعدت عنه شويه لكن ماشي، لعبت الكوره، استأنف حكم اللقاء فيليكس بريتش، استأنف اللقاء مارك بورش مساعد اول، شتيفان لوب مساعد ثاني، ومحمد حسن الحكم المصري طبعا الحكم الرابع في هذه المباراه. علي معلول
رمي التماس للنادي الاهلي، ترجع الكوره يضغط شيكا لكن تعود مره اخرى اهلاويه عن طريق حمدي فتحي الى السلية، يلعبها ورا الى محمود متولي لمحمد مجدي قفشه. لعب طبعا ضد الزمالك كتير بالوان امبي وبالوان بيراميدز، لكن اليوم اول لقاء قمه بالوان النادي الاهلي يخوضه. اتلعبت الكوره تاني الى حسين الشحات على حدود منطقه الجزاء، او لا لعب في مباراه الدوري اعتقد، تسديده من بره منطقه الجزاء لكن تخبط وتترد مره تاني وتطلع بره الملعب. عمرو السليه يصطاد الكوره من على حدود منطقه الجزاء وتطلع الكوره بره. فايلر طبعا اول مباراه قمه ليه، متولي وقفشه بالفعل وصلاح محسن وياسر ابراهيم بالاضافه لديانجو ومحمود وحيد اللي خرجوا برضه من القائمه الاهلاويه. طلعت الكوره الحقيقه في الدوري كان مباراه الدور الاول انتهت 0-0، كانت قمه بائسه لو فاكرين، قمه كان المستوى وحش جدا وكانت الارضيه كمان صعبه جدا. حتى في الدور الثاني النادي الاهلي فاز 1-0 مباراه بهدف علي معلول، لكن ايضا المستوى ما كانش هو المأمول او المنتظر. نتمنى ان شاء الله هذه المباراه اللي امامنا تعوض كل شيء. الونش بالفعل الزمالك يفتقد ويخسر خدمات محمد عبد الغني مبكرا في هذه المباراه، في اول 5 6 دقائق من اللقاء اصابه لمحمد عبد الغني، يضطر ميتشو انه يسحبه ويدفع بمحمود حمدي الونش بديلا ويخسر الزمالك تبديل مبكر في هذا اللقاء. يبقى نزل الونش مكان عبد الغني وهيلعب طبعا بجوار محمود علاء، الثنائي اللي شارك في معظم مباريات الزمالك الموسم الماضي بيتجاوروا يعني جنب بعض. النجاز يستلم في الجهه اليمنى، جت على رجله الشمال ما عندوش مشكله، نجح ان هو يلعبها عاليه لكن لا عمر السعيد ولا مصطفى محمد موجودين. محاوله للوصول للكوره من اوناجم وابن شرقي لكن تتقطع ويخلصها الدفاع، تترد بهجمه اهلاويه، طارق حامد على الارض وصفاره وضربه حره اهلاويه في منتصف الملعب. ادي عبد الغني نتمنى له السلامة طبعا، ونتمنى السلامة للجميع، ونتمنى السلامة لمؤمن زكريا بكل تأكيد قبل المباراة. لفتة رائعة جدا من لاعب النادي الأهلي، ارتداء قمصان عليها صورة مؤمن، أيضا جمهور الزمالك رفع صورة مؤمن زكريا قبل اللقاء، وفي الدقيقة الثامنة كان في تحية، يعني في روح، في روح روح جميلة الحقيقة بتغلف اللقاء من بدايته. نتمنى انها تستمر رغم بعض المناوشات البسيطة لكن الحمد لله مش مؤثرة حتى. طبعا يعني الطفل الزملكاوي ادهم اللي تعرض لحادث سير مع والده قبل المباراة وهم في طريقهم للملعب في طريقه لبرج العرب، نتمنى له الرحمة ونتمنى الشفاء العاجل لوالده اللي مصاب، نتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله. لعبة الكورة ترجع مرة تانية النادي الأهلي ناحية الشمال، يخلصها محمود علاء، تعود من جديد الهجمة الزملكاوية عن طريق شيكا. بعد البداية الزملكاوية القوية في هذه المباراة لكن لم تستمر أكثر من 120 ثانية أو بالكثير أوي 3 دقائق، تراجع الزمالك، بدأ الأهلي يستحوذ بشكل أكبر نسبيا وما زالت المباراة بلا خطورة على المرميين حتى الآن. سقوط على الأرض من أوناجم وضغط مرة تاني أوباما، نجح إن هو يستخلص لكن تمريرته لشيكابالا كانت أطول من اللازم، ما يلحقهاش شيكا وتطلع بره الملعب لضربة مرمى. الشناوي ادي أوناجم في الكرة المشتركة مع فتحي، واعتراض على الدكتور فيليكس بريتش لكن استمر اللعب. أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وعلى الجانب الآخر طبعا أعضاء مجلس إدارة الزمالك، السيد عمرو الجلايني متواجد أيضا، والكل يترقب هذه الليلة لتكون ليلة سوبر. عواد طولت والمرمى فاضي، والشحات أول غلطة، أول كورة، أول فرصة بهدية من عواد، وكأنه ما شافش النيجيري، وكأنه ما شافش، وكأن جونيور أجاي لبس طاقية لخفة فجأة.
ما شافوش محمد عواد رغم انه قريب منه جدا ورايح وضاغط عليه، لكن استلام الكوره من عواد طولت منه جدا وكان هيدفع ثمن غالي قوي. يبقى كوره محمد الشناوي، خلينا نقول ان كوره الشناوي اللي برضه اتاخر فيها وفي النهايه شتتها، خبطت في بن شرقي لو فاكرين في بدايه المباراه وطلعت بره، لكن غلطه عواد كانت هتبقى افدح واكثر كارثيه. لكن حسين الشحات ما استثمرهاش وما استغلهاش بشكل كويس ولعبها ضعيفة، وعلى الأرض من حسن حظ محمد عواد ومن حسن حظ الزمالك. لكن أول غلطة، أول كرة بتحمل ملامح الخطورة في هذه المباراة. بعد ما وصلنا للدقيقة 13 محمود متولي يلعب الكرة على حدود منطقة الجزاء، خطيرة جدا، محمود علاء تخبط في حكم اللقاء. لأن هي لمست ما هي المباراة بتعديلات 1-6، هي المباراة تبع موسم 2017-2018، لكن دي تعتبر بطولة لوحدها وبالتالي ليها لوائح لوحدها، وبالتالي لوائح أو تعديلات القانون في 1-6 بتطبق، وبالتالي الكرة خبطت زمان كان خلاص، كنا بنقول الحكم هوا والحكم لاعب والمصطلحات والتشبيهات دي، وكان اللعب بيستمر عادي. لكن لحق نفسه الحقيقة دكتور فيليكس بريتش، لأن كانت هتعمل مشكلة. التعديلات بتقول لك إيه، لمست في الحكم وخبطت في الحكم، وقف اعمل إسقاط وخلاص وشكرا. هو الحقيقة يعني احنا برضو بننفرد، يعني لو فاكرين بطولة الكاس اقيمت بدون تعديلات، واخر مباريات الدوري برضو. خلينا بس نشوف، ادي الشحات تاني وارضية جميلة جدا تتركن بباطن القدم. لا، الاهلي بدأ يبقى اخطر، الاهلي بدأ يقرب، بدأ يمسك كرة، بدأ يضغط، وبدأت أخطاء وارتباك نسبي من مدافعي الزمالك في الضغط وفي الرقابة وفي التغطية. كورة حسين الشحات وكورة تانية من الشحات، لكن يسيبها المرة دي القفشة اللي يركنها وكأنه بيركن ضربة جزاء في أقصى زاوية اليسرى ببطن رجله، يطير عليها عواد وتطلع الكورة بره الملعب. الحقيقة زي ما بقول، هي بطولة من الموسم قبل الماضي، وإحنا بننفرد بوضع نادر من نوعه. يعني كويس ان المباراه مثلا فيها تغييرات، فيها تبديلات، مش بعيد لاي مباراه بتتلعب من غير تغييرات او فيها تغييرين بس، او مفيش اعلان عن الوقت الضايع، او طقم الحكام مثلا ثلاثه بس، مفيش حكم، عادي جدا. لكن الحمد لله هو فيليكس بريتش بيطبق القانون اهو، الكره لمست فيه وعمل اسقاط، استؤنف اللقاء النادي الاهلي. كوره حسين الشحات بخطا عواد، ثم كوره محمد مجدي قفشه القريبة من المرمى جدا، هي الأقرب لغاية دلوقتي. الزمالك بيحاول يستغل الأطراف خاصة الطرف اليمين، عرضية حمدي النجاز اللي فاتت من الكل وعدت من الجميع وما استغلوهاش. ادي كورة مرة تانية برضو من ناحية اليمين، رايح أوباما المرة دي، أوباما يستلم ومقرب منه حمدي ومقرب شيكا، حط رجله شيكابالا لكن يضغط عليه ويطلعها على طول، حمدي فتحي تطلع بره الملعب إلى رمي التماس. ياسر ابراهيم هو اللي خلص الكره اللي فاتت دي. اتلعبت الكره تاني على الارض، اول ربع ساعه من القمه، التعادل السلبي بدون اهداف، استلام زملكاوي عن طريق طارق حامد، تعود من جديد لمحمود علاء، اتقطعت وتحولت للنادي الاهلي، وتمريره الى جوني راجاي يتحرك على الطرف ويستغل المساحه بشكل كويس، رايح ومقرب منه وقاطع وقافل عليه، ونجح بالفعل ان هو يقطع الكوره ويطلعها الونش بره الملعب الى رمي التماس. يعود الونش للمشاركه بصفه اساسيه مره اخرى. ريني فايلر خارج الخطوط والكوره العاليه تاني على حدود منطقة جزاء الزمالك ناحية الشمال، نجاز بيحاول يضغط، توصل كرة عرضية لكن تتقطع، أوباما يخلص لشيكابالا وبيجري أوناجم، وبيجري بن شرقي، واتلعبت فعلا إلى أوناجم لكن ما تتظبطش وما تلاقيش غير الشناوي. يبدأ الهجمة الشناوي مع ياسر إبراهيم، استلام من ياسر يمشي بالكرة، اتأخر برضه في التمرير، حط رجله بن شرقي وطلعت بره الملعب لرمي التماس. اهلاويه اتلعبت الكوره على الارض، ياسر ابراهيم
محمود متولي، الشناوي، وبداية هجمة جديدة مع ياسر. يرجع حمدي فتحي يسند مع ياسر إبراهيم، يتقدم ياسر بيدور على حد يمرر له، ظهر علي معلول استلم الكرة علي ولعبها طويلة الأمام لكن ما تلاقيش حد يبعدها على طول. محمود علاء تتلعب مرة تاني إلى محمد مجدي أفشة، تعود إلى ياسر إبراهيم، يتكرر نفس حمدي فتحي وضغط زملكاوي، ومتولي يعيد الكرة للشناوي، اتضغط برضو على الشناوي، اضطر ان هو يلعبها بالشكل ده، من حسن حظه انها راحت لقفشه وتكمل الهجمه الاهلاويه، لكن احمد فتحي تتلخبط الكوره تحت رجله كده وتتقطع. عبدش اتنين، شوف الاتنين اللي بيلعبوا ضد بعض النهارده او يعني قصاد بعض، يعني احمد فتحي ومحمد عبد الشافي في المنتخب في السنين السابقه بقى، يعني خاصة طبعا في العصر الذهبي مع الكابتن حسن شحاتة، كان احمد فتحي فريق واحد، احمد فتحي في اليمين، عبد الشافي في الجهه اليسرى، النهارده بيلعبوا ضد بعض بعد غياب، بعد سنين، بعد رحله احتراف لعبد الشافي، ثم يعود مره اخرى شيفو للمشاركه في مباراه القمه، والنهارده بيواجه نجم اخر كبير جوكر بخبره كبيره جدا احمد فتحي في مواجهه عبد الشافي في هذا اللقاء. عبد الله جمعه موجود على دكه البدلاء، ضغط مره تاني، الشناوي يخرج من منطقه جزاؤه، يلعب الكره، يتخلص من الكره، الونش يطير على الفاضي، ترجع الى جونيور اجاي على حدود منطقه الجزاء، يعيدها الى محمد مجدي قفشه، وكوره يفتح اللعب ناحيه اليمين، فتحي فتحي فتحي، عرضيه روعه خطيره جدا، وعواد يتالق، عواد في مواجهه قفشه يمنعه من قفش الهدف الاول في هذه القمه وفي هذه المباراه، عرضيه اكثر من رائعه من احمد فتحي من الجهه اليمنى، تعدي من الكل، تفوت من النجاز رغم طوله الفارع، يقابلها محمد مجدي قفشه على طول، يستلم ويحاول في اتجاه المرمى، لكن عواد بالمرصاد، الركنيه اهلاويه من الجهه اليسرى تتلعب عاليه جوه منطقه الجزاء، ومره تاني جول جول جول، جونيور اجاي، جونيور اولو وفيني اجاي، القاتل ذو الوجه الملائكي، مفاجأة التشكيل، يدفع بيه ريني فايلر على حساب كل المهاجمين، يراهن على النيجيري والنيجيري يكافئ فايلر على اشراكه ويحتفل على طريقة مؤمن زكريا ويسجل اول اهداف هذه القمة من ضربة ركنية تفوت من الكل، تتصلح امام جونيور اجاي، ما فكرش مرتين، مرة واحدة، لمسة واحدة، فيرست تايم، واول هدف يهز شباك محمد عواد بعد انتقاله الى الزمالك. إذن في مباراة السوبر، في مباراة القمة، الأهلي يتقدم بهدف جونيور أجاي المبكر نسبيا، يفرح فايلر، يفرح مرتين، يفرح بالهدف الأهلاوي ويفرح لنجاح الرهان، إنه راهن على أجاي رغم التعجب والاستغراب، وكتير استغربوا وتعجبوا، لكن هو في قلب الاحداث، هو اللي عايش مع الفريق وعايش مع اللاعبين حاله كل لاعب، ومع في التمرين طبعا، يعني راهن على اجاي، واجاي لم يخذله ويسجل اول اهداف في اللقاء. هل انتهت الحكايه؟ لا طبعا، لسه بدري، لسه 70 دقيقه على نهايه المباراه، لسه بدري، لسه المباراه فيها، لكن هي البدايه بالفعل كانت قويه، الزمالك سيطر وحاول في اول دقيقتين، لكن من بعد كده لسه كنت بقول الاهلي افضل، الاهلي اخطر، وصل بالفعل الى مرمى عواد مره واثنين، والثالثه سجل منها اول اهداف هذه المباراه. محمود علاء طارق حامد يعكس الكره لمحمود حمدي الونش، يعني شوف الكره اللي جه منها الهدف، اللي جه منها الضربه الركنيه اللي اصفرت عن الهدف، يعني كانت في البدايه وفي الاصل وفي الاساس عرضيه من احمد فتحي، برضه فاتت من كل دفاع الزمالك ولقت قفشه وانقذها عواد. في الضربه الركنيه نفس القصه، فاتت من الكل وفي النهايه وجدت جونيور اجاي في انتظارها ويسجل اول الاهداف. اصابه عضليه جديده لكن المره دي متولي، شيكا شيكا شيكا، تسديده لكن ضعيفه، و
تروح سهلة بين ايدين محمد شناوي. ايه الحكاية؟ ايه الحكاية؟ يعني عتاب لشيكا، لاعبي الاهلي بيعاتبوا شيكا انه ما طلعش الكرة برة بعد اصابة محمود متولي. احمد فتحي تحديدا يعني هو اللي اشتعلت الامور، اشتعلت الاحداث. طيب يعني الاهم دلوقتي نطمن بس على اصابة متولي، لان هيبقى تشابه غريب جدا. يعني الاثنين مدربين بدأوا من غير بدون راس حربة صريح، وسجل اجاي طبعا، وبعدين دلوقتي اصابة عبد الغني وخروجه، ودلوقتي اصابة محمود متولي بشد، واعتقد برضه هيبقى فيه صعوبة انه يكمل، لكن نتمنى لهم السلامة ان شاء الله الاثنين. شيكا بيبرر موقفه وبيشرح ايه اللي حصل، وبتحصل على فكرة. يعني هو محمود متولي وقع، وشيكا يعني حب ان هو يكمل الهجمة، يمكن ما خدش باله محمود متولي، يمكن يعني جه في ذهنه انه مثلا اتزحلق، ما خدش باله ان في شد. يعني لاعب بيبقى مركز في الكورة ومركز في المباراة ومركز انه عايز يخلص الهجمة، يعني خاصة مع النتيجة ومع تأخر الزمالك بهدف. ادي هدف جونيور اجاي، واعادة للهدف مع محمد نصر الدين و14 كاميرا، بتتولى نقل المباراة تلفزيونيا الليلة 21/1/21، ونقل مميز جدا، واخراج والعناصر كلها الحقيقة مميزة جدا حتى الان. اتمنى بس ان ما يتمش قطع صوت الجمهور كتير، يعني طبعا يعني هو الـ 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 عشان نتجنب ده فلازم الجمهور يلتزم. يعني انا قلت ان كان في شويه مناوشات وماشي مقبول، لكن مش عايزين تجاوزات زياده، يعني عشان ما نضطرش ان احنا نقطع الصوت، هو من المصدر طبعا، ما نضطرش ان نقطع الصوت كتير، نستمتع بالحضور الجماهيري ونستمتع بايقاعات الملاعب واصوات الجماهير. طبعا اخر ثلاث نسخ من بطوله السوبر، ادي عمرو الجنايني، الدكتور جمال محمد علي، كابتن خالد لطيف، وباقي كبار الحضور في مقصور استاد برج العرب، مستشار مرتضى، المستشار احمد جلال ابراهيم موجودين لكن في مقاعد الجماهير، وزي ما قلت اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره نادي الزمالك. خرج بالفعل محمود متولي، كان واضح ان الاصابه عضليه وصعبه. محمد هاني، اذا احمد فتحي هيضم لجوه بجوار ياسر ابراهيم، ومحمد هاني هو اللي هينزل كظهير ايمن كحل تكتيكي فكر فيه بسرعه، واكيد برضو بناء على استشاره من حوله ونصيحه المساعدين والمعاونين. محمد هاني هيلعب ظهير ايمن، او ممكن محمد هاني يلعب قلب دفاع، على فكره لعبها قبل كده، يعني محمد هاني ظهير ايمن ولعب في نص الملعب ولعب مساك برضو قبل كده، جوكر هو كمان. هنشوف على فكره، هنشوف على العموم محمد هاني هيلعب مكانه فين بالظبط. حسين الشحات استلام في مواجهه محمد عبد الشافي، بيحاول يعدي حسين، مشي حسين، عرضيه من الشحات، ومره تاني النجاز المره دي يصطادها بالراس، توصل ليوسف اوباما، استلام من اوبا، يرجع الكوره تاني الى اوناجم، ياخد الكوره يجري من الجهه اليسرى وبيحاول يعدي، وحكم اللقاء يصفر ويحتسبها رمي التماس اهلاويه. محمود متولي خرج عبد الغني للاصابه، نتمنى له السلامه، يخرج الان محمود متولي للاصابه ايضا ونتمنى له السلامه. وبن شرقي وحوار كروي جدا مع احمد فتحي، انتهى بعدم اقتناع فتحي بوجهه نظر بن شرقي وعدم اقتناع بن شرقي بوجهه نظر احمد فتحي، لكن يبقى الاحترام ويبقى الخلاف في الراي لا يفسد للسوبر قضيه. يعني تتلعب تاني الاساس، لسه محمد هاني خرج متولي، لكن لسه محمد هاني على الخط في انتظار التعليمات الاخيره، في انتظار الحصول على اذن بالدخول والنزول لملعب المباراه. ساسي يمشي، ساسي يحطها ناحيه الشمال لعبد الشافي، وعرضيه جوه منطقه الجزاء خطيره من شيفو، لكن فتحي بخبره السنين يتواجد، وكانه بقول لكم حافظ عبد الشافي، عارف يعني مش هتلعب عليه، هتلعب على الارض وفي المكان ده، طب انا هروح لك، طب هفسدها، هبوظها لك. وفعلا نجح فتحي في الوصول للكوره واخراجها وابعادها الى ضربه ركنيه. الاهلي بعد ما كان بيلعب ب10 لاعبين تكتمل صفوفه الان بنزول محمد هاني
والضربة الركنية الزملكاوي تتلعب من الجهة اليسرى عالية جوه منطقة الجزاء، الرأسية فورا أول لمسة، محمد هاني يمارس مهام وظيفته وعالية من شيكا لكن يبعدها الدفاع، تترد الكرة مرة تاني، كعب في ريسك وفي مخاطرة كبيرة من قفشة، واتقطعت الكرة بالفعل توصل إلى طارق حامد تاني على حدود منطقة الجزاء، ومحمود علاء يقع على الأرض وتتحول وتبقى هجمة مرتدة أهلاوية. تلعب في مساحة جميلة جدا حسين الشحات رغم ان هي اقوى من اللازم لكن جري عليها، يلحق الشحات في مواجهه النجاز يحطها على طول على الارض، رمضان رمضان ومقرب منه حسين الشحات يلعبها لعمرو السوليه هيسدد وتسديده صاروخيه من عمرو السوليه يطير عليها عواد والكره تمر بجوار القائم وتطلع بره الملعب الى ضربه مرمى. ضربة مرمى للزمالك تلعب على طول لمحمد عبد الشافي، محمود علاء، التقدم أهلاوي 1-0، هدف جونيور أجاي في الدقيقة 20 من عمر اللقاء وليست أول أهداف جونيور أجاي في مباريات القمة، سجل في مباراة 2-0 في الدور الأول من ثلاث سنين من ثلاث مواسم، وسجل ايضا في مباراه 2-0 في الدور الثاني الموسم قبل الماضي، وبيسجل هدف اخر او جونيور اجاي رغم انه كان بعيد عن الصوره. هذه كوره ثاني الى شيفو لكن اطول من اللازم، والشناوي بهدوء يستلم ويحط الكوره تحت رجله ويبدا الهجمه للنادي الاهلي. زي ما بقول ان اخر ثلاث نسخ من بطوله السوبر الكل يحتفل على طريقة مؤمن زكريا، مؤازرة وتضامن ومساندة كبيرة الحقيقة للنجم الكبير، ألف سلامة للمؤ. هذه كورة وتسلل وأوباما بيحاول يعدي من الشناوي لكن كان في راية بالفعل من ستيفان لوب بعد بينية ساسي وتحرك أوباما لكن ما ظبطش نفسه مع آخر تاني مدافع، وضربة حرة غير مباشرة. محمد هاني بالفعل بيلعب قلب دفاع وأحمد فتحي استمر كما هو في مركزه كظهير ايمن. اخر ثلاث نسخ من هذه البطوله بطوله السوبر اقيمت في الامارات الشقيقه ولاول مره من 2014 بتقام في مصر، ودي طبعا سادس سوبر قمه، سادس سوبر بين الاهلي والزمالك، يبقى الاهلي والزمالك فايزين بالبطولتين الكبيرتين في مصر الدوري او الكاس. نادي الاهلي طبعا هو بطل دوري 2018 واحتفظ باللقب، نادي الزمالك بطل كاس وايضا احتفظ باللقب. اول نص ساعة في هذا اللقاء دقيقة 30 وما زال الاهلي متقدم 1-0، حكم اللقاء دكتور فيليكس بريتش كان في سان باولو في ملعب نابولي في مباراة نابولي ليفربول يوم الثلاثاء، واليوم في برج العرب يدير لقاء القمة. أدار من قبل طبعا، هي تاني زيارة له لمصر لأنه أدار قبل كده نهائي الكاس في 2010 الأهلي والحرس 1-1 وفاز الحرس بركلات الترجيح، وأدار أيضا السوبر المصري السعودي الهلال والزمالك وفاز الزمالك 2-1، وكان في وقعة شهيرة جدا استخدام الفار في الثانية الأخيرة من اللقاء وسجل الهلال هدف التعادل وتم إلغاءه بعد الرجوع لتقنيته. بن شرقي يتحرك في الجهة اليسرى يسلمها إلى محمد عبد الشافي، يقرب طارق حامد يلعبها أمامية طارق لكن ما تتظبطش، يرجع مرة ثانية إلى حسين الشحات طويلة الأمام تترد الكرة لطارق حامد، خدها لنفسه طارق في مواجهة محمد مجدي قفشة، تتلعب مرة ثانية لأشرف أو ناجم لكن اتقطعت ودفع من بن شرقي وصفارة وضربة حرة لعمرو السليم. نقدر نقول مش بنتكلم بقى في دقيقتين ولا خمس دقايق ولا حتى 10 دقايق، بنتكلم في نص ساعة أو 31 دقيقة من المباراة. نجح فايلر في السيطرة على مفاتيح لعب الزمالك اللي ظهرت في الاربع خمس مباريات اللي قادها ميتشو منذ تولى المسؤوليه سواء افريقيا او محليا في الكاس. نجح. طيب رد فعل ميتشو هيكون ايه؟ الحقيقه ان في مفاتيح ثانيه وفي اسرار اخرى. ادي اجاي ثاني كاد ان يضاعف النتيجه، يضاعف رصيده من الاهداف
بعد بينية ممتازة من أفشة أو الشحات، يجري جونيور أجا الشحات لعبها له بشكل رائع، ضربوا بها الدفاع الزملكاوي وانطلق جونيور أجاي وشبه انفراد، لكن عواد يخرج في الميعاد وتخبط الكرة فيه وتطلع بره إلى ضربة ركنية، ركنية أهلوية. محمد مجدي أفشة يلعبها عالية جوه منطقة الجزاء، يبعدها الساسي، تترد الكرة مرة تانية أفشة بعد ما لعب الضربة الركنية، شوف رجع لغاية فين وكمان نجح إن هو يلحق الكرة قبل ما يوصلها أحد لاعبي الزمالك. تعود من جديد لأوباما، استلام لحمدي النجاز، تتلعب طويلة للأمام بن شرقي في مواجهة ياسر إبراهيم، يجيب منها رمي التماس من الجهة اليمنى، شيكا لا ده أوباما، تتلعب من حمدي النجاز طويلة للأمام إلى أوناجم، لكن اتقطعت برضه ياسر إبراهيم، النجاز وأوباما والجبهة اليمنى ورمي التماس للزمالك، هيلعبها حمدي النجاز، شيكا نقل نفسه ناحية الشمال وأوباما راح يمين، أدي كعب من أوبا وأناجم عرضية، ومرة أخرى ياسر إبراهيم يتصدى وتطلع بره الملعب إلى ضربة ركنية زملكاوية عالية تاني جوه منطقة جزاء، عرضية حمد لكن يبعدها الدفاع، تعود إلى طارق حمد مرة تانية إلى محمود علاء، عالية على حدود منطقة الجزاء ورأسية يدوب يطير عليها أوباما ويلمسها بالراس لكن تروح سهلة بين ايدين الشناوي. بداية هجمة رمضان صبحي، جه كمان هنا رمضان صبحي ناحية اليمين، قطعت الكرة تترد مرة تانية، طارق حامد يقع على الأرض أمام أعين وتحت أنظار الدكتور فيليكس بريتش اللي أشار باستمرار اللعب، اتحولت وبقت هجمة مرتدة النادي الأهلي، إيقاع جيد بقول لكم، المباراة من بدايتها الحقيقة من الدقيقة الأولى في حماس كبير وفي إثارة. أدي كعب 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 معلول على حدود منطقة الجزاء، مشي معلول، معلول جونيور أجاي ورمضان صبحي فاضي. شوف رمضان منفعل إزاي، شوف رمضان منفعل إزاي، لأن جونيور أجاي فضل التمرير لأفشة اللي حب يلعبها بليسنج ببطن رجله في الزاوية البعيدة، لكن طبعا زي ما شفنا عليت، لكن رمضان صبحي الحقيقة يعني واضح ان اجاي ما خدش باله، ما لمحش رمضان، لان لو اداها له اهو، بص بص شوف جونيور فضل انه يمر، بص رد فعل بقى رمضان تماما، وكانت هتبقى كل الاحتمالات وكل الزوايا مفتوحه بالنسبه له، لكن تمريره جونيور ما تروحش لرمضان صبحي وتروح لأفشة. الدقيقه 35 مرة أخرى أشرف بن شرقي اللي بدأ ينزل لتحت كتير في نص الملعب، تمريرة لكن مقطوعة، اتقطع تحولت مرة أخرى إلى أفشة لرمضان على الأرض لعمر السلية، يحط رجله فرجاني ساسي، اتقطعت الكرة بالفعل، ساسي يحافظ على كورته، يرجع بيها ورا لطارق حامد، محاولات الزمالك للعودة في المباراة أو لتعديل النتيجة لكن بلا نجاح حتى الآن، نادي الأهلي مقفل بشكل كويس، بيستغل تقدمه في النتيجة أصبح أهدأ وأصبح مسيطر على الأمور بشكل متوازن جدا. بدلاء ميتشو النهاردة بخلاف أبو جبل في المرمى طبعا، والوينش اللي نزل، مصطفى محمد، امام عاشور، عبد الله جمعه، محمود عبد العزيز، وخالد بوطيب، بينما مع فايلر بخلاف شريف اكرامي في المرمى ومحمد هاني اللي نزل، في جيرالدو، وليد سليمان، صلاح محسن، مروان محسن، وحسام عاشور. شيكا يقطع وبقدمه اليسرى يلعبها طويله للامام لاوباما، ياخدها لنفسه اوباما، يحطها لحمدي النجاز، يمشي حمدي، ينطلق، يضغط عليه ياسر ابراهيم، يقع على الارض حمدي النجاز، بيطالب بخطا لكن لا المساعد رفع الرايه ولا حكم اللقاء اطلق صفاره، وفي النهايه الكوره ضربه مرمى للنادي الاهلي. ادي انفراد اجاي، انا اعتقد الوينش هو اللي انقذها، عواد خرج صحيح في توقيت كويس لكن الوينش هو اللي رمى نفسه في طريق كرة أجاي لمرمى الزمالك وخبطت فيه وطلعت ضربة ركنية. ضربة مرمى النادي الأهلي هيلعبها الشناوي، المونديالي محمد الشناوي
يلعب ضربة المرمى. جونيور رجعي تقطع الكرة تعود من جديد للنادي الأهلي على الأرض في الجهة اليسرى من محمد مجدي قفشه. حسين الشحات ياخد الكرة لنفسه ويعكسها جميلة جدا في مساحة وفي تحرك وتقدم لأحمد فتحي عالية وتاني رأسية. رأسية الأهلي يجد الطريق إلى منطقة جزاء وإلى مرمى الزمالك بشكل أسهل بكتير من اللي بيحاول الزمالك يلاقيه لمنطقة جزاء ولمرمى النادي الأهلي. الأهلي بيوصل بيحاول. عرضيات أحمد فتحي متقنة جدا، وخلينا أفكركم إن هدف اللقاء كان بدايته عرضية من أحمد فتحي اتحولت لضربة ركنية. عمرو فاروق وتفاعل وانفعال مع فرصة الشحات الضائعة، رأسية قريبة جدا من مرمى عواد مرت بجوار القائم الأيسر. محاولة تانية للزمالك، بن شرقي يلعبها يحطها لشيكابالا وقرر وخد قرار التسديد. شيكا سدد بالفعل لكن محمد هاني يحط رجله وتطلع الكرة بره الملعب إلى مرمى ركنية. ركنية زملكاوية. شيكا الركنية بالقدم اليسرى يلفها شيكابالا جوه منطقة الجزاء، لكن الشناوي يطلع ويطير ومن أعلى نقطة يمسك الكرة وينزل بيها على الأرض. دكتور فيليكس بريتش ابن ميونخ في كأس العالم كان زعلان جدا الحقيقة في 2018 إنه أدار مباراة واحدة بس، مباراة صربيا وسويسرا، كان متضايق. شيكابالا يرجع للوينش. عبد الشافي يلعبها لبن شرقي لكن تعدي من تحت رجله. يرجع تاني الكرة لحسين الشحات، انطلاقة من حسين ورمضان صبحي بياخد مكان، لكن حسين تخبط في ساسي واللعب يستمر. اتقطعت من حسين وحكم اللقاء يشير بالاستمرار. يرجع مرة تانية إلى شيكابالا لأوباما. أوباما يلمس لبن شرقي، تخبط في راس عمرو السلية، حاول ياخدها لنفسه ساسي لكن حكم اللقاء يشير بالاستمرار وكان قريب من الكرة جدا. ده كان أوناجم، أوناجم هو اللي كان في الكرة اللي فاتت دي، وقع وطالب بخطأ لكن اللعب استمر. حسين الشحات علولو علي معلول الأبرز الموسم الماضي مع النادي الأهلي، هداف النادي الأهلي والأكثر صناعة للأهداف. النهارده حركته مقيدة بعض الشيء لأنه بيواجه الجبهة اليمنى الزملكاوية القوية، لكن الجبهة اليمنى اللي اتحركت، الجبهة اليمنى في النادي الأهلي فتحي والشحات وقفشة بيميل كمان ناحية اليمين، بدايته كان عن طريق الجبهة اليمنى وهي الأنشط النهارده في هذه المباراة. رمضان صبحي وكرة مشتركة مع محمد وجم. دي كرة حسين الشحات اللي وقع فيها بعد التدخل كده، وكرة مشتركة مع حمدي النجاز وطالب فيها بفاول لكن اللعب استمر. وبعد كده بعديها على طول أوناجم وقع وطالب برضه بفاول لكن برضه اللعب استمر. وفي اللعبتين وفي الحالتين كان الحكم قريب من اللعبة وقريب من الكرة جدا. تسلل على حمدي النجاز. عبد الله جمعة في انتظار إشارة النزول من ميتشو قد يدفع بيه في الشوط الثاني. كرة تاني النادي الأهلي ترجع لمحمد الشناوي يلعبها طويلة. الشناوي ناحية اليمين فتحي والكرة المشتركة مع عبد الشافي تلمس في محمد عبد الشافي وتطلع بره الملعب. رمي التماس للنادي الأهلي كابتن أيمن عبد العزيز وبجواره طبعا أمير مرتضى المشرف على الكورة. وأيمن إشارته واضحة جدا للاعبين، شوف الإشارة دي اللي عملها بإيده دي، روح قدم روح على المرمى روح. آدي فرجاني استلام في الجهة اليسرى تطلع الكورة بره الملعب يلعبها ساسي ترجع لمحمد عبد الشافي تاني الونش ساسي وعلى شماله محمد عبد الشافي. الناحية التانية في انتظار الكرة حمدي النجاز لكن اتلعبت لبن شرقي.
عدى بن شرقي لكن برضو حب يمر تاني، بالغ في المرور او محاولة المرور فاتقطعت. طارق حامد بيحاول يضغط على الشحات، مشي الشحات يقع في منطقة الجزاء. فيليكس بريتش قريب من الكورة جدا، شوف الحكم فين، اشار بالاستمرار وبيشير لحسين الشحات ان هو يقوم، ورفض احتساب ضربة جزاء للشحات، وابتسامة حسين الشحات على وشه بيتعجب من القرار. وفي مشكلة دلوقتي في ارض الملعب، دكتور فيليكس بريتش بيتدخل لفض النزاع وفض المشكلة، حوار تونسي في ارضية الملعب بين معلول ابن الصفاقسي والنجاز ابن الحمراء والبيضة جوهرة الساحل نجم الساحلي. وهو اللقاء الحقيقة يعني قمة بنكهة الشمال الافريقي، معلول وطبعا في ازارو الغائب في مواجهة الخماسي الزملكاوي، النجاز واساسي وبن شرقي واناجم ومعاهم طبعا خالد بوطيب على الدكة. اتلعب التاني الى علولو لحقها قبل ما تطلع واتلعبت له مرة تاني، وادي معلول ومحاولة الكرة العرضية لكن اتقطعت. ترجع الكرة تاني الى ساسي على الارض في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول. الأهلي متقدم 1-0، 43 دقيقة في عمر المباراة، بنلعب في الدقيقة 44. ساسي يلعبها إلى عبد الشافي، يجري وبيحاول لكن الشناوي خرج، صعب عليه مهمة اللحاق بالكرة وبالفعل الكرة طالت وخرجت إلى ضربة مرمى. أدي الهدف. جونيور أجاي، جونيور أولوافيمي الهداف وصانع الأهداف أيضا. ضربة المرمى النادي الأهلي تلعب على طول من الشناوي. جونيور تسلل على أفشة، راية من مارك بورش الدولي من عام 2008 ورايه سليمه وصحيحه تماما. اعاده امامنا واضح جدا ان بالفعل قفشه كان متقدم على محمود علاء، والتسلل سليم. الونش استلام مره ثانيه من محمود الونش، يعيدها الى محمود علاء. تتلعب مره اخرى الى الونش، يدور يقرب طارق حامد ويستلم، يلعبها في الشمال لعبد الشافي، الضغط على عبد الشافي من رماد من الشحات، لمسه واحده كده لكن برضه ما تظبطش وتتقطع. يرجع للونش، يبدا مع طار على الارض الساسي، مشي ساسي، مشي فرجان في الجهه اليسرى. اوناجم استلام ساسي يقرب يظهر لكن برضه التمريره رغم انها راحت له لكن كانت ضيقه قوي ومضغوط عليه وما قدرش انه يخلص. محمد هاني يحن للواجب الهجومي، يتقدم للامام ويمررها لقفشه، يرجع الكوره مره ثانيه قفشه وهاني لكن مقطوعه. هو ناجم ومحمد هاني يضغط ويخلصها، توصل الى احمد فتحي يشيل على طول فتحي ويطلعها بره الملعب لرمي التمس. ثلاث دقائق وقت بدل ضايع بعد التوقف لإصابة عبد الغني والتوقف لإصابة محمود متولي والهدف والتغييرات طبعا وكده، يعني ثلاث دقائق وقت بدل ضايع. الجمهور الأهلاوي سعيد فرحان بالتقدم في النتيجة حتى الآن، الجمهور الزملكاوي ما زال يترقب ما زال ينتظر. الزمالك بطل الكاس منذ أيام، وميتشو قدم اوراق اعتماده بشكل جيد والجمهور ينتظر منه الكثير. بينما ريني فايلر زي ما قلت لحضراتكم هو تاني مبارياته فقط بعد مباراه كانو سبورت في غينيا الاستوائيه في البطوله الافريقيه، واول تعارف حقيقي مع الجمهور واول مباراه يقودها على الاراضي المصريه. لكن حتى الان الشوط الاول الاهلي متفوق بهدف وفايلر متفوق على ميتشو. لعبت الكره على الارض، اشرف بن شرقي حاول المرور يقع اشرف بن شرقي وصفاره من دكتور فيليكس بريتش يحتسبها ضربه. رامي ربيعه وصالح جمعه ومحمود وحيد وعلي لطفي وباقي
لاعبي النادي الاهلي اللي مش موجودين في القايمه. لكن ده ما منعش تواجدهم في مدرجات برج العرب للمسانده والمؤازره. واول انذار في اللقاء حمدي فتحي، اول انذار وعرضيه، لكن يخرج الشناوي ويمسك على طول. اول انذار في المباراه حمدي فتحي نجم وسط ملعب النادي الاهلي. رمضان صبحي يستلم، يلعبها الى قفشه، كان عايز يعمل 1 2 لكن رمضان لعبها له فعلا، راحت لقفشه، يطير الونش يقابل عرضيه قفشه بشكل في مرونه كبيره جدا. ترجع الكوره تاني الى رمضان، يلعبها ورا في نص الملعب، ياسر ابراهيم يتقدم ويعيدها الى حارس مرماه محمد الشناوي. الثواني الاخيره خلاص اقل من 35 او نص دقيقه على نهايه الوقت بدل الضايع. الشحات يا ولد ياخدها بشكل رائع، الشحات يسدد وعواد يتصدى، عواد والتاني، التاني عملها الشحات، الشحات فات وفي جيبه كل المهارات كل الحركات. البدايه من عند حسين الشحات ومكتوب له انه يسجل الهدف لانه عدى من حمدي النجاز، فات ومر، مر وفات. حسين الشحات عدى بشكل رائع من حمدي النجاز واتلعبت الكوره، انقذها عواد لكن اتردت له مره تاني، ما يضيعش الفرصه المره دي ويسجل الهدف الثاني. شوف 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 المهاره، مهاره كبيره جدا حسين الشحات، تالق من محمد عواد، متابعه عبد الشافي، غلطه كبيره جدا من محمد عبد الشافي، وكانه بيعمل اسيست لحسين الشحات وبيقول له عوض الهدف والكره اللي انقذها عواد. خطا في ابعاد، خطا طبعا، خطا واضح في ابعاد الكره من شيفو، والشحات يستغل الفرصه ولا يخطئ امام مرمى عواد، وفي ابعد مكان ممكن عن محمد عواد في اقصى الزاويه اليمنى، والكل يحتفل على طريقه مؤمن زكريا الغائب الحاضر، يحتفل جونيور اجاي بالهدف على طريقته، يحتفل حسين الشحات بالهدف على طريقته، والدكتور فيليكس بريتش يشهر البطاقه الصفراء الثانيه في هذه المباراه، لكن المره دي لمحمود علاء. يبقى انذار لحمدي فتحي من النادي الاهلي، انذار لمحمود علاء من الزمالك. الشحات يسيب بصمه في مباراه القمه ويسجل، طبعا هو لعب ضد الزمالك في مسيرته مع مصر المقصه وسجل، لكن اول هدف للشحات في مباراه قمه منذ انضمامه للنادي الاهلي، وصفاره النهايه عن طريق الدكتور فيليكس بريتش حكم اللقاء الدولي الالماني يطلق صفاره النهايه. الاهلي يتقدم بهدفين، جونيور اجاي في الدقيقه 20، حسين الشحات في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضايع. نلتقي مع بدايه احداث الشوط الثاني ان شاء الله اصدقائي المشاهدين، شكرا لكم والى اللقاء. من جديد الى الاستوديو الى الزميل العزيز الاعلامي اللامع سيف زاهر وضيوفه الكرام الكباتن الكبار، فالى هناك. شكرا مره اخرى للزميل العزيز الاعلامي اللامع سيف زاهر في الاستوديو. نعود مجددا اصدقائي المشاهدين، مشاهدي اون سبورت، احباء كره القدم في كل مكان، نعود الى استاد الجيش ببرج العرب، نتابع احداث الشوط الثاني من هذه المباراه، مباراه السوبر الاهلي والزمالك. التقدم في الشوط الاول للنادي الاهلي، التقدم اهلاوي بهدفي جونيور اجاي في الدقيقه 20 وحسين الشحات في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضايع. سريعا ميتشو يتحرك ياخد قرار التبديل ويدفع بمصطفى محمد من بدايه الشوط الثاني. هنشوف نزل مكان مين مصطفى، قد يكون محمد اوناجم، لكن خلينا نتاكد من التبديل. وطبعا ده التبديل الثالث في المباراه، لان كل فريق اجرى تبديل اضطراري، خروج محمد عبد الغني في الشوط الاول من الزمالك للاصابه ونزول الونش، وخروج متولي للاصابه ايضا ونزول محمد هاني. انطلاقه مره اخرى من جوه منطقه الجزاء بن شرقي، وتطلع الكوره بره الملعب الى رمي التماس. هل في انذار لعلي معلول؟ فعلا هل في انذار زي ما اتكتب لعلي معلول؟ هنحاول نتاكد، لكن الاهم دلوقتي نشوف التبديل. شيفو يلعبها الى اوباما،
في مواجهة أحمد فتحي، تطول الكرة من يوسف أوباما وتطلع برا الملعب لضربة مرمى للنادي الأهلي. خرج بالفعل محمد وناجم ودخل مكانه مصطفى محمد يقود الهجوم الزملكاوي في 45 دقيقة، أو أصبحوا دلوقتي كمان 44 دقيقة متبقية على نهاية الوقت الأصلي لهذه المباراة. بالمناسبة لو في تعادل هيبقى في ركلات ترجيح من نقطة الجزاء مباشرة، لا يوجد وقت إضافة. تتلعب ضربة المرمى من الشناوي، أجاي يلعبها على طول، ترجع مرة تاني شيكابالا والكرة المشتركة مع علي معلول، رمي التماس للنادي الأهلي. علي معلول يبقى كان في إنذار فعلا مع نهاية الشوط الأول لعلي معلول، يبقى إنذارين للنادي الأهلي حمدي فتحي وعلي معلول، وإنذار لمحمود علاء من الزمالك. رمضان صبحي يلعبها لأفشة لكن ما تتظبطش وتطلع الكرة بره الملعب إلى رمي التماس. اعتراض من طارق حامد على فيليكس بريدج الدولي الألماني وتحذير شديد اللهجة من بريدج، عدم الاعتراض وتقبل القرارات، وفاول من جديد على أشرف بن شرقي. ميتشو بدأ مشواره مع الزمالك بالحصول على بطولة، بطولة الكاس طبعا، يسعى لتاني بطولاته مع الزمالك في اسبوعين ثلاثة، يبقى رقم قياسي، لكن المهمة الآن أصبحت صعبة. بينما ريني فايلر قد يبدأ مشواره مع النادي الأهلي ببطولة أيضا، البحث عن بطولة سريعة من أجل بداية موسم جيدة والبطولة الأولى للسويسري، لكن ما زال الحوار متصل، الحوار مستمر، وكرة أهلاوية. علي معلول تتلعب على طول، ترجع لشيكا في الجهة اليمنى، يعيدها للنجاز مرة أخرى إلى شيكا، غلق كامل للجبهة اليمنى الزملكاوية. فايلر زي ما قلت في الشوط الأول سيطر على المفاتيح. أجاي يا ولد، الله على الثالث، الثالث أهلاوي في الدقيقة 49. أجاي يلم الكرة بشكل رائع، يخدع الدفاع، يخدع محمد عواد، وفي الزاوية اليمنى هدف أهلاوي مبكر في الشوط الثاني يجعل مهمة الزمالك أصعب وأصعب. التأخر بثلاثية، التأخر 3-0، والنتيجة واضحة تماما على الجمهورين. فرحة أهلاوية غامرة، صدمة زملكاوية، 3-0 للنادي الأهلي في الدقيقة 48 أو 49، يقرب الأهلي أكتر وأكتر. هذه كرة شيكا، اتقطعت الكرة وقع على الأرض، ضغط رمضان صبحي بشكل كويس، لعبها إلى جونيور أجاي، لكن شوف السحبة وشوف اللمة، وبرجله اليمين اتزحلق عواد على الأرض ما يلحقش الكرة، والثالث أهلاوي. 3-0 للنادي الأهلي. الدقيقة 50، رمضان يصنع، جونيور أجاي يسجل. مفاجأة المفاجآت، أجاي في هذه المباراة مفاجأة المفاجآت، جاء من حيث لا يتوقع أحد، راهن عليه فايلر وأشركه في التشكيلة الأساسية، وبالفعل يسجل هدفين ويرفع صيده لأربع أهداف بشكل عام في مباريات القمة. حمدي النجاز رمي التماس للنادي، لنادي الزمالك، شيكا يقع على الأرض، وصفارة وضربة حرة، فاول على علي معلول، وضربة حرة للزمالك. الكرات الثابتة الزملكاوية في عصر ميتشو خطيرة بالفعل، لكن المرة دي اتلعبت سهلة على دفاع النادي الأهلي، يخلصها على طول الدفاع رمضان صبحي الأهلي، وسرعات لاعبي النادي الأهلي قد تشكل خطورة كبيرة جدا على المرمى الزملكاوي. مشكلة تاني في أرض الملعب، طارق حامد ورمضان، تدخل فورا فيليكس بريدج، والكرة فاول لنادي الزمالك طبعا، ضربة حرة زملكاوية.
وتدخل حمدي النجاز لفض المشكلة وتحذير من الدكتور فيليكس بريتش للاعب الفريقين. كان زي ما قلت أدار نهائي تشامبيونز ليج 2017 يوفي والريال في كارديف مع واحد طبعا مع نفس الطاقم على فكرة نفس طاقم التحكيم مارك بور المساعدين يعني. أيضا برشلونة ومانشستر ومان يونايتد الموسم الماضي في تشامبيونز ليج نفس الطاقم. لعبت الكرة يعني إلى حسين الشحات ياخدها لنفسه حسين يمشي حسين عدى الشحات مشي الشحات والناحية التانية فاضي فاضي أجاي يقع حسين الشحات على الأرض وحكم اللقاء يشير بالاستمرار. قطعت الكرة اتردد مرة تانية حمدي النجاز ورمضان صبحي شد واضح من القميص وصفارة وضربة حرة زملكاوية. طارق حامد يضغط جونيور أجاي محمود علاء يعيدها إلى محمد عواد يبدأ الهجمة مع الوينش ناحية الشمال محمد عبد الشافي اتلعبت بالفعل ناحية الشمال لكن لأشرف بن شرقي اللي ينزل لنص الملعب ويستلم يروح بيها في الجهة اليسرى يقرب منه قفشة يرجع الكرة لمحمود حمدي الوينش طارق حامد للوينش أمامية وعلى الأرض ساسي يلعبها ناحية الشمال لأوباما استلام من أوباما عبد الشافي حاول يحط رجله ويستحوذ على الكرة لكن يبعدها على طول دفاع النادي الأهلي وتعود من جديد للزمالك. طارق حامد ترجع لمحمود علاء ناحية اليمين حمدي النجاز شيكا حاول ياخدها لنفسه لكن يقع على الأرض وعلي معلول وتمريرة تاني في العمق لجونيور أجاي لكن الوينش يغطي ويعيدها إلى محمد عواد يمرر على طول لمحمود علاء يبدأ الهجمة محمود علاء. النادي الأهلي 10 بطولات سوبر رقم قياسي خسر مرتين وفاز ب10 ألقاب آخرهم سوبر 2017 على المصري البورسعيدي في الإمارات طبعا كان 1-0 بهدف أزارو. الزمالك 3 بطولات سوبر وخمس مرات وصيف آخرهم سوبر 2016 بالفوز بركلات الترجيح أيضا في الإمارات على النادي الأهلي. الزمالك هو أول فائز ببطولة السوبر في 2001 والنجم كابتن حازم إمام أول هدف في كأس السوبر المصري كان أمام غزل المحلة طبعا في الدقيقة 20 نسخة 2001 وأول فريق يفوز بالسوبر مرتين على التوالي. أحمد فتحي وطارق حامد نجمين كبيرين وصدام في أرضية الملعب والاثنين على الأرض نتمنى لهم السلامة إن شاء الله ويقوموا سريعا ويكملوا المباراة بلا مشاكل. على اليمين المدرجات البيضاء على اليسار المدرجات الحمراء وإنذار لطارق حامد يبقى 2-2 في الإنذارات. حمدي فتحي وعلي معلول من النادي الأهلي محمود علاء وطارق حامد من الزمالك وثلاثة صفر أهلوية. الشناوي يلعب الضربة الحرة عالية على حدود منطقة الجزاء يشيل على طول الونش ترجع مرة أخرى إلى قفشة ناحية اليمين حسين الشحات مقرب محمد مجدي قفشة ترجع من أحمد فتحي القفشة تتلعب توصل لعمرو السلية لمحمد هاني تاني على الأرض حسين الشحات ناحية اليمين وقفشة عرضية بلمسة واحدة لكن تخبط في محمود علاء وتتلعب غلط وتتقطع الكورة وتترد مرة تانية نادي الزمالك. أوباما اتلعبت غلط من أوباما عمرو السلية يعكس اللعب ناحية الشمال لرمضان صبحي لكن في تسلل على رمضان بعد راية من شتيفان لوب. 10 دقائق في الشوط الثاني حتى الآن 55 دقيقة من المباراة التقدم للنادي الأهلي 3-0. الزمالك ما زال بيحاول تغيير ميتشو تغيير مصطفى محمد لم يأتي بالجديد حتى الآن الكرات اللي بتوصل له قليلة جدا أو تقريبا ما فيش كرات وصلت له أساسا. علي معلول وشيكا لمست في معلول وطلعت بره الملعب رمي التماس شيكا يستلم ويمشي
اتقطعت الكرة، رجعت مرة تانية إلى محمود علاء، يتقدم ويعدي نص الملعب محمود علاء، مقرب طارق حامد، لكن يلعبها إلى ساسي، أمامية إلى شيكابالا، بيحاول ياخدها لنفسه، لكن ياسر إبراهيم يضغط، يقطع، يمرر، أجاي رمضان صبحي، انطلاقة من ناحية الشمال، مساحات مساحات مساحات، يدخل جوه المنطقة ويلعبها تاني عرضية في منطقة الخطورة، لكن النجاز والدفاع الزملكاوي يشيل على طول، وصفارة وضربة حرة على رمضان من نصيب طارق حامد. إذا كان الدوري هو بطولة النفس الطويل والكاس هي البطولة السريعة، فالسوبر احتفالية بداية الموسم في كل مكان، وتسعين دقيقة تقودك إلى بطولة، وحتى الآن 56 دقيقة والأهلي يقترب بالفعل من البطولة ومن السوبر رقم 11 في تاريخه. استلام وانطلاقة وحمدي فتحي، عرقلة، يقع على الأرض، وصفارة وضربة حرة أهلوية في مكان جيد خارج حدود منطقة الجزاء. حمدي النجاز عرقلة لحمدي فتحي، وما بين الاثنين حمدي فيليكس بريتش يصفر ويحتسبها ضربة حرة. ادي الهدف الثالث. أجاي استلام بدوران بشكل رائع جدا، فاكرين أجاي الموسم اللي فات وتعرضه للإصابة وغيابه لفترات بعيدة جدا وطويلة جدا عن الملاعب، والموقف بالفعل بالنسبة له كان أصبح صعب جدا، لكن يعود أجاي بقوة، وادي رأسية مرة تاني من النيجيري، لكن تطلع الكورة بره الملعب إلى ضربة مرمى. النتيجة واضحة على الجمهور الزملكاوي والمدرجات البيضاء، بينما على الجانب الآخر الجمهور الأهلاوي بدأ الاحتفالات مبكرا. تتلعب الكرة على الأرض، الونش وبيجري عبد الشاف ياخد مكان في الجانب الأيسر، لكن تتلعب توصل إلى ساسي، يمررها إلى محمود علاء على اليمين، حمدي النجاز أمامية، لكن يتصدى علي معلول، تعود من جديد شيكا، يا ولد يعدي بمهارة، شيكابالا من ناحية اليمين وبالقدم اليسرى يلفها ويعكسها جوه المنطقة، يجري عليها أوباما، لكن الشناوي يخرج في توقيت رائع، يتصدى ويمسك عرضية شيكابالا، يبدأ الهجمة ناحية اليمين، أحمد فتحي في مواجهة أشرف بن شرقي، أمامية تاني حسين الشحات ياخدها لنفسه، لكن ساسي يستخلص، فيليكس بريتش قريب يصفر، يحسبها ضربة حرة على ساسي لمصلحة النادي الأهلي. ادي ساسي اعتبر ان في دفع او مسك من ساسي بايده اليمين، رغم انه نجح في استخلاص الكرة برجله بقدمه، لكن كان في مساعدة من الايد، وبالتالي احتسبها ضربة حرة على الدولي التونسي. عالية ناحية الشمال رمضان صبحي، يضغط عليه حمدي النجاز، ياخدها لنفسه رمضان، يتحرك ويقرب له علي معلول، عرضية من معلول يبعدها الدفاع، ترجع مرة تاني لحمدي فتحي، فكر في التسديد وأصر على التسديد، لكن راحت أرضية وسهلة، دفاع الزمالك يبعدها، محاولة من مصطفى محمد، رفع للقدم أزيد من المطلوب وأزيد من اللازم من ياسر إبراهيم، المساعد الأول مارك بورش يرفع رايته، وحكم اللقاء يطلق صفارته ويحتسبها ضربة حرة للزمالك. وقع ياسر على الأرض، يعني قمة في شهر 7 في نهاية الدوري في الأسبوع الأخير، قمة النهاردة والسوبر شهر 9، وفي قمة الأسبوع الرابع لأول مرة من سنين بعيدة يلعبوا الأهلي والزمالك في بداية في قرعة مفتوحة، يعني وسط الجدول، مش آخر مباراة في الدور الأول وآخر مباراة في الدوري، الأسبوع الرابع إن شاء الله 19 أكتوبر، يعني ثلاث قمم في ثلاث شهور. استلام مرة تاني من أفشة، تتلعب الكرة حسين الشحات في إنذار لياسر إبراهيم، خامس إنذارات هذه المباراة، شيفو يلعبها إلى طارق حامد لساسي، ويقرب يفضي نفسه طارق حامد، ويتحرك ويستلم ويلعبها طويلة الأمام، لكن مصطفى محمد نجح أنه ياخد الكرة،
يعيدها مرة تاني طارق شيكابالا في مواجهة علي معلول. النجاز يسند يكمل هجوميا وبيحاول يعدي من مواطنه وبلدياته علي معلول، لكن علي ينزل على الأرض ويطلعها برا الملعب إلى رمي التماس. النجاز يقرب شيكا لكن تتلعب رمي التماس لبن شرقي. مرة تاني النجاز، بن شرقي حاول يعدي وتسلل على أشرف بن شرقي. لو علاء مالد الفنان أشرف زكي المنتخب حديثا أمين صندوق للزمالك والنجم أيضا محمد عبد الحافظ، بقول لكم الكل حريص على الحضور والكل متواجد، وتختلف المشاعر حسب اختلافات الميول. وتبديل ثالث وأخير لميتشو إمام عاشور، الورقة الثالثة والأخيرة اللي بيدفع بيها ميتشو في هذه المباراة. هنشوف إمام طارق حامد، حمدي النجاز، محمود علاء. مرة تاني الونش، كسرنا حاجز الساعة في السوبر المصري، وصلنا للدقيقة 63. أوباما ومصطفى محمد، وخرج الشناوي، يقع مصطفى محمد على الأرض وصفارة من حكم اللقاء وضربة جزاء للزمالك. محمد الشناوي خرج على مصطفى محمد بعد تمريرة بينية يجري عليها مصطفى ويلحقها بالفعل مصطفى محمد، ولحظة خروج محمد الشناوي عرقلة وانذار كمان للشناوي. اهو ادي الكورة وادي الالتحام، مصطفى محمد جري على الكورة ولحقها بشكل كويس وخد قرار جيد وذكي انه يعدي في المكان الصح وفي الحتة الصح، لكن طبعا هي السرعة هي الاهم. وبالذكاء الحقيقة شوف 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 حكم اللقاء فين فين فين، فيليكس بريتش قريب من الكورة جدا وبلا تردد خد القرار واحتسب الكرة ضربة جزاء ومواجهة بين نجوم المنتخب، بين الدوليين، بين محمود علاء ومحمد الشناوي اللي اتدربوا مع بعض في المنتخب، واللي الشناوي شاف محمود علاء كتير واتدرب معاه وعارف طريقته. محمود علاء هو الآخر عارف وحافظ زوايا كل زوايا الشناوي. مواجهة بين الاثنين محمود علاء والشناوي، وقرار حكم اللقاء يدي الكرة يدي الصفارة، محمود علاء يسجل أول أهداف الزمالك في هذه المباراة. محمود علاء يجعلها 3-1 بركلة جزاء في الدقيقة 64. جمهور الزمالك يطمع يأمل يحلم ببداية مشوار العودة في هذه المباراة بهدف تسبب فيه مصطفى محمد بحصوله على ركلة الجزاء، ترجمها محمود علاء بالتخصص ويسجل أول الأهداف البيضاء في هذه المباراة. كان صاحب هدف حاسم بركلة الجزاء طبعا في مباراة نهضة بركان نهائي الكونفدرالية، وأيضا كان صاحب ركلة ترجيح مهمة في نفس المباراة. الآن يسجل هدف قد يصبح هدف مهم لأنه ممكن يبقى هدف العودة الزملكاوية، لكن خلينا نشوف اللقاء هيمشي ازاي. نزل إمام عاشور مكان شيكا. النجاز وفاول على جونيور أجاي. حوار بين شيكا وخالد بوطيب، وخالد خلاص بيفك المسا، خلاص خلصت، خلاص الثلاث تغييرات خلصوا. نزل الونش، نزل مصطفى محمد، ونزل امام عاشور، وانتهت التبديلات، انتهت التبديلات الزملكاوية. امام عاشور في اول لمس يبعدها محمد هاني، تعلى الكره لفوق، محمود علاء يسيبها تطلع بره الملعب، رامي التماس لعب على طول الى طارق، ترجع الكره للونش عاليه في نص الملعب، يردها حمدي فتحي بالراس ناحيه اليمين ما يلحقهاش حسين الشحات، تعود من جديد الى ساسي من رمي التماس لمحمد عبد الشافي، تلعب من ساسي الى طارق حامد، يلعبها طارق على الارض واللمسه ومحمود علاء والكره المشتركه مع جونيور أجاي، اتلعبت الكره توصل ناحيه اليمين بن شرقي اللي نقل نفسه هنا في الجهه اليمنى وبجواره امام،
يلعبها بن شرقي جوه منطقه الجزاء لكن تتقطع، ترجع تاني راسيه حمدي النجاز ما تلاقيش حد، محمود علاء وكوره مشتركه جديده، يتفوق المره دي جونيور اجاي ورمضان صبحي مع حمدي النجاز يجيب منها رمي التماس للنادي الاهلي. تعليمات وتوجيهات ميتشو الاكثر انفعالا من السويسري ريني فايلر، طبيعي ومنطقي. بص شوف ادي ريني فايلر اهو في المنطقه الفنيه بهدوء بيوجه لعيبته. ميتشو متاخر بفرق هدفين، صحيح محمود علاء سجل هدف لكن مشوار العوده لسه ما زال طويل، هو عارف ومدرك في حماس بيصل احيانا الى حماس زائد، يصل احيانا الى عصبيه الى توتر في المباراه. بقول لكم هي مباراه ببطوله وبدايه موسم مهم جدا، وضربه حره اشرف امام عاشور. البطوله الحائره طبعا القمه بطوله خاصه زائد مباراه ببطوله، بطوله فعليه تضاف لدولاب البطولات. استلام من ناحيه الشمال من الونش لاوباما، يرجع تاني طارق حامد، الكوره الطويله ناحيه اليمين يجري عليها حمدي النجاز، يقع حمدي على الارض بيقول ان في دفعه من رمضان صبحي المساعد الاول لحكم اللقاء مارك بورش، يرفض والكرة تحتسب رمي التماس للنادي الأهلي. تماس أهلاوي تتلعب لكن تتقطع، يرجع تاني زملكاوية طارق حامد، مصطفى محمد وصفارة وضربة حرة، حسام عاشور بيستعد للنزول، لمسة مرة تاني جوه منطقة الجزاء ياخدها لنفسه إمام، بتلعب عالية ويخرج الشناوي يطير لفوق محمد الشناوي ويضايق أوباما. لحظة لعب أو محاولة الوصول للكرة العالية، آدي أوباما والكرة المشتركة، خرج الشناوي، لا أوباما وصل لها ولا الشناوي وصل لها، الكرة عدت من الاتنين لكن مجرد خروج محمد الشناوي ضايق اوباما في محاوله الوصول للكره العاليه وما نجحش ان هو يوصل لها. ترجع الكره مره ثانيه، محمود علاء يردها عليه، مصطفى محمد في مواجهه محمد هاني، اتقطعت، حسين الشحات يلعبها لمسه على طول اماميه جونيور اجاي، ولمسه برضو على الارض الى محمد مجدي قفشه، مره اخرى الى جونيور لقفشه في الجهه اليمنى، حمدي فتحي يرجع الكرة ورا، محمد هاني يردها مرة تاني في نص ملعب نادي الزمالك لكن يطير الونش يلمسها بالراس وتطلع لرمي التماس. حسام عاشور النجم التاريخي في نص ملعب النادي الأهلي طبعا بعدد المباريات اللي لعبها بعدد البطولات اللي فاز بيها وحصل عليها، بيستعد للنزول الان في نص ملعب النادي الاهلي لكن على حساب مين؟ مهم جدا ان احنا نقرا فكر وافكار والطريقه اللي بيتعامل بيها واللي بيفكر بيها فايلر في اللقاء. هنشوف حسام عاشور هينزل مكان مين. اتلعبت الكره تاني من علي معلول توصل في نص الملعب، عمرو السلية، حمدي فتحي اماميه ناحيه اليمين للكابتن والقائد احمد فتحي، ترجع من نص الملعب لمحمد الشناوي يلعبها طويله اماميه الشناوي لكن الونش اقرب من حسين الشحات، يجري عليها ويحاول يلحقها محمد عبد الشافي، لحقها بالفعل عبد الشافي لكن اتردت مره تاني حمدي فتحي يستخلصها بشكل كويس، لكن فيليكس بريتش شاف ان فيها تدخل في بعض العنف الزائد حسبها فاول، ضربة حرة على حمدي. هذه الكرة المشتركة مع ساسي، وقع ساسي أو يمكن اعتبر أنه حط الكرة بين القدمين ودي تبقى فاول، يعني تفسير كله. ياسر إبراهيم
كان تعرض لإصابة من شوية وتعالج. هل هيقدر يكمل مباراة ولا إيه؟ فايلر في انتظار الاستقرار على حالة ياسر إبراهيم، هيقدر يكمل ولا لأ؟ لأن لو خرج ياسر يبقى تبديل حسام عاشور في كلام. ادي ياسر اهو، بقول لكم كان اتعرض لشد من شويه. والتبديل، هيخرج ياسر فعلا ويدخل حسام عاشور. يعني قلبي الدفاع الاثنين مساكين اللي بدا بيهم النادي الاهلي المباراه، محمود متولي وياسر ابراهيم، الاثنين اصيبوا وخرجوا، ونزل مكانه محمد هاني اللي هو اصلا ظهير ايمن، ونزل حسام عاشور اللي هو اصلا طبعا نجم نص ملعب. يعني هنشوف مين. حمدي فتحي هو اللي رجع ولا مين اللي هيلعب جنب محمد هاني في قلب دفاع النادي الاهلي؟ طلعت الكوره بره الملعب، ضربه مرمى النادي الاهلي هيلعبها الشناوي. سوبر في سبتمبر مرة واحدة فقط، 14 سبتمبر 2014 قمة السوبر، يعني الأهلي والزمالك في سبتمبر في السوبر مرة واحدة في 2014، وكان انتهى اللقاء بالتعادل وفاز الأهلي بركلات ترجيح 5-4. لعب لأوباما، تتحول الكورة مرة تاني محمود علاء، وكورة مشتركة والصدام مع رمضان، تدخل حمدي النجاز، لكن رمضان يحافظ على كورته بشكل كويس، يلعبها في مساحه روعه روعه روعه. الشحات مره تاني، الشحات جابها على الشمال، لكن لسه حسين الشحات يسدد، لكن محمود علاء ينزل على الارض يتصدى لمحاوله حسين الشحات ويمنع كوره بالفعل خطيره جدا. ساس يسلمها لطارق حامد، يمشي طارق مرة تاني، طارق حامد يفتح اللعب ناحية اليمين، إمام عاشور يستلم في مواجهة تعالي معلول، اتلعبت الكورة مطالبة بلمسة يد وركلة جزاء. فيليكس بريتش قريب من الكورة جدا وقال إن لا، مفيش ضربة جزاء، مفيش لمسة يد، الكورة في صدره. خرج محمد عواد من منطقة جزائه، يطير عليها على طول بالراس قبل ما يلحقها محمد مجدي قفشة، رمي التماس تاني الى جونيور اجاي. اجاي يبحث عن الهاتريك ولا ايه؟ جونيور اجاي ترجع الكوره تاني من معلول لقفشة اللي يعكسها هناك خالص، لكن عبد الشافي يتوقع ويتحرك ويقطع ويخلص، لكن ما زالت الكوره اهلاويه. عمرو السلايم خلصها، اوباما نجح ان هو يقطعها ولعبها في مساحه، نفس طريقه ضربه الجزاء. مصطفى محمد مره تاني جوه المنطقه، حافظ على كورته مصطفى، خدها نفس مصطفى محمد، يقع ويقوم في مواجهه حمدي فتحي مره تاني. مصطفى محمد محتاج مسانده، جاله حسام عاشور كمان ضغط عليه، والموقف بالفعل كان صعب جدا على مصطفى محمد، كان لوحده، عمل اللي يقدر عليه. وضربه جزاء تاني، ضربه جزاء تاني للزمالك، حمدي فتحي وكرة مشتركة وسقوط في منطقة جزاء النادي الأهلي، ومصطفى محمد مرة أخرى بينالتي زملكاوي. أي إثارة وأي دراما في هذه المباراة. أدي حمدي فتحي اللي بقول لكم رجع في قلب دفاع النادي الأهلي بجوار محمود متولي بعد إصابة ياسر إبراهيم وخروجه، اتأخر في التصرف في الكورة، ما خدش لسه إحساس المكان، والمشكلة إن حمدي فتحي عنده إنذار، لو فيليكس بريتش خد قرار طرد لا ممكن يبقى انقلاب درامي في المباراة كلها، لكن يبدو إنه اكتفى باحتساب ضربة الجزاء. محمود علاء سجل أول الأهداف بركلة جزاء في الدقيقة 64، ضربة جزاء للمرة الثانية، كلاكيت تاني مرة، هيغير الزاوية ولا هيلعبها في نفس الزاوية؟ الشناوي بيتساءل بينه وبين نفسه، بيسأل على زاوية محمود علاء، لحظات وهنعرف. محمود علاء في مواجهة الشناوي، خد القرار محمود، نفس الزاوية، نفس الزاوية محمود علاء في الدقيقة 76، يعود الزمالك بقوة في المباراة بعد ما كانت 3-0. ضربتين جزاء
واحدة اتسبب فيها مصطفى محمد والتانية يتسبب فيها أشرف بن شرقي ومحمود علاء في المرتين يترجم الاثنين لهدفين للأبيض. يعود الزمالك في اللقاء بقوة بالفعل. الشناوي في زاوية والكورة في زاوية يقلص الفارق لهدف وحيد في مباراة مثيرة من زمان، لسه كنا بنقول على مباراتي الدوري، مباراة 0-0 القمة البائسة قمة الأمطار وقمة الوحد، ومباراة حتى الدور الثاني 1-0 معلول، المستوى ما امتعناش وما كانش فيه جمهور. لا 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 لا، النهارده الموضوع مختلف، النهارده القصة مختلفة بالفعل، في إثارة، في حماس، الحضور الجماهيري بالفعل مدي المباراة طعم مختلف، وكمان تقلبات الأحداث وخمس أهداف في اللقاء ولسه 14 دقيقة. خلينا نشوف إيه اللي هيحصل. اتلعبت الكرة لرمضان على حدود منطقة الجزاء، يمشي رمضان يدخل في قلب منطقة الجزاء لكن احتفظ ومشي بالكرة كتير واتقطعت في النهاية وضاعت. محمد هاني اتقطعت الكرة، ساسي يلعبها، تشتيت من حمدي فتحي، ارتبك حمدي الحقيقة بعد ما غير مكانه وبعد ما تسبب في ضربة الجزاء، وكمان بيلعب تحت تهديد وتحت ضغط لأن عنده إنذار، لكن وصلت مرة تانية أهلوية ناحية اليمين لأفشة، يمشي أفشة يلعبها لكن يخلصها على طول الونش، تعود من جديد إلى ساسي والمساحة أشرف بن شرقي يجري فيها بشكل رائع بنفس الطريقة ونفس الأسلوب، ومصطفى محمد خد قرار التسديد المرة دي لكن تروح ضعيفة بقدمه اليسرى وتعدي بجوار القائم بره الملعب وضربة مرمى. شوف انقلبت الأحوال، مشهد مدرجات الزمالك انقلب الآن وبقينا بنشوفه في مدرجات الأهلي. الأهلي متقدم لكن الزمالك سجل هدفين وقرب وبدأ القلق يتسرب للجمهور الأهلاوي، النتيجة قربت وأصبح فرق هدف واحد بعد ما كان اكتساح بثلاثية نظيفة بفرق ثلاث أهداف. الزمالك نجح في تقليص الفارق ويعود بالفعل في المباراة بقوة. ادي حمدي وضربة المرمى يلعبها الشناوي عالية، حمدي النجاز والكرة المشتركة تخلص على طول أمامية وطويلة لكن ما تلاقيش غير محمد الشناوي. محمد الشناوي يلعبها طويلة توصل لجوني راجاي لكن اتقطعت، تعود من جديد إلى طارق حامد يرجع بيها للونش، يسيبها لمحمد عبد الشافي اللي اصبح ملتزم دفاعيا تماما في الشوط الثاني على الارض، تاني الى محمود علاء صاحب الثنائيه زي جونيور اجاي ما هو ايضا صاحب الثنائيه مع النادي الاهلي، سجل هدفين ومحمود علاء ايضا سجل هدفين. وادي حمدي النجاز انطلاقه من ناحيه اليمين يلعبها عاليه ويلفها لكن الشناوي يقراها بشكل كويس ويطير ويمسك على طول. ميتشو وردود فعله وانفعالاته وتفاعلاته مع المباراة، الشناوي تتلعب عالية الونش والكرة المشتركة مع جاي، تراجع الأهلي بدنيا نوعا ما، مجهود كبير الحقيقة بذله لاعب النادي الأهلي في الشوط الأول في بداية الشوط الثاني لكن بدأ يبقى فيه شوية تعب شوية إرهاق شوية تراجع، وميتشو بيحاول إنه يستغل ده. ساسي طبعا يعني زي ما قلت 10 سوبر نادي الأهلي، 3 سوبر للزمالك وكان في لقب كمان وحيد للمقاولين العرب ولحرس الحدود في قائمة الشرف من الأندية اللي فازت بكأس السوبر المصري. استلام ولمسة يد على اللي بيحاول يعلن براءته لحكم اللقاء فيليكس بريتش، وضربة حرة النادي الأهلي هيلعبها الشناوي، اتلعبت عالية إلى جوني راجاي، لسه الكرة جوه الملعب وخرجت في النهاية بناء على راية من المساعد الثاني شتيفان لوب، يحتسبها ضربة مرمى زملكاوية.
آخر 10 دقائق في المباراة. الكرة المشتركة اللي كانت بين الونش وجونيور أجاي تتلعب على طول من محمود علاء لطارق حامد. عمدي النجاز، حماس كبير في المدرجات بين 10,000 متفرج المتواجدين في مدرجات برج العرب. عالية أمامية في الجهة اليسرى، انطلاقة ومرة تانية عرضية وهو بيقع كده. محمد عبد الشافي اللي أصبح طبعا كابتن وقائد نادي الزمالك بعد خروج شيكا، لكن تطلع الكرة بره الملعب، ضربة ركنية زملكاوية. وزي ما قلت لكم الكرات الثابتة في عهد ميتشو أصبحت سلاح ومصدر خطورة زملكاوية كبير جدا، وشفنا في مباراة جينيراسيون فوت، وشفنا في مباريات الكاس اللي لعبها نادي الزمالك. الضربة الركنية تتلعب الكرة عالية، والشناوي يطلع على طول بقبضة إيده من أعلى نقطة ممكنة قبل ما توصل وقبل ما تروح لمحمود علاء، رمي التماس للزمالك. محمود علاء يسيب رمي التماس لحمدي النجاز. التبديل الأهلاوي الثالث والأخير، مروان محسن أخيرا آخر تبديل للنادي الأهلي في هذه المباراة. تتلعب لساسي لكن في صفارة وضربة حرة واعتراض من ساسي، لكن يصر فيليكس بريتش على قراره، وفي شد بالفعل من ساسي مع حسام عاشور، وخطأ للنادي الأهلي. مروان هينزل مكان مين؟ مكان جونيور، جونيور أجاي ولا مكان مين؟ جونيور هو كمان يبدو أنه أصيب بشد والآخر، لكن لسه مروان بيتلقى التعليمات الأخيرة. واللعب توقف نتيجة مشاحنات ومشكلة في ملعب المباراة. النادي الأهلي طبعا لديه مباراة العودة أمام كانو سبورت بعد ما فاز في الذهاب 2-0 صلاح محسن ووليد سليمان. العودة في نهاية سبتمبر في استاد السلام إن شاء الله، والزمالك أيضا لقاء العودة أيضا آخر سبتمبر في بيترو سبورت أمام جينيراسيون فوت بعد الخسارة 2-1 في مباراة الذهاب. يخرج جونيور أجاي ويشارك مروان محسن. عريس المباراة في النادي الأهلي طبعا الليلة جونيور أجاي، افتتح التهديف واختتم التهديف حتى الآن أيضا للنادي الأهلي، سجل أول هدف وسجل الهدف الثالث في بداية الشوط الأول أو في الدقيقة 20 وفي بداية الشوط الثاني في الدقيقة 49. الزمالك ما زال بيحاول، الأهلي متمسك بتقدمه ومتمسك باقترابه من كأس السوبر، لكن بعد ما كان اقترب جدا من اللقب ومن البطولة بالتقدم بفرق 3 أهداف رجع الزمالك وعاد وسجل هدفين، وفي انتظار ماذا سيحدث في هذا اللقاء. كورة مشتركة، الونش انذار، ثالث انذار زملكاوي في هذه المباراة في مقابل 4 انذارات للاعبي النادي الأهلي. وفورا بعد نزول مروان يدخل في نطاق الحراسة المشددة من محمود علاء. قفشة مروان محسن، والكرة المشتركة تتلعب الكرة تاني من علي معلول، لكن يخلصها الونش ويشتت على طول، الونش يلعبها لكن توصل لحسام عاشور تتلعب ويقطعها ساسي، ترجع تاني من حسام عاشور للسلية أمامية حسين الشحات، وانطلاق السلية المرة دي. السلية يمشي 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 ومروان، مش ممكن، كرة قريبة جدا، كرة في منتهى الخطورة لكن ضاعت. ساسي يموه ويعدي بمهارة ويلعبها على يمينه لحمدي النجاز في آخر 5 دقائق من عمر المباراة، استلام من إمام عاشور، ترجع الكرة تاني إلى النجاز يلعبها لكن تخبط، تترد مرة أخرى طارق حامد، محمود علاء يشيل على طول وتوصل للأمام، إمام عاشور يسيطر على الكرة بشكل كويس، كنترول كويس من إمام، محاولة المرور في مواجهة حمدي يلعبها عرضية إمام، لكن على طول الدفاع يشيل
تطلع بره الملعب رمي التماس للزمالك. حمدي النجاز تتلعب لساسي وادي الوان تو وفي منتهى الخطوره بن شرقي والكره العرضيه تخبط الكره لسه جوه الملعب بن شرقي تاني عاليه يبعدها محمد هاني تعود من جديد امام عاشور يقطع له ويقرب منه حمدي النجاز امام عاشور يبحث عن ضربه الجزاء الثالثه لكن فيليكس بريتش يشير بالاستمرار ترجع تاني طارق حامد محمد عبد الشافي استلام في الجهه اليسرى فرجاني يلعبها ناحيه الشمال تخبط في شيفو وتطلع بره الملعب الى رمي التماس. مع نهايه المباراه او مع اخر 4 دقائق في هذا اللقاء ادي اعاده للفرصه الاهلاويه الخطيره اللي كان بيقودها عمرو السلية واقتحم منطقه الجزاء ولعبها بالعرض مروان لكن تصدى الدفاع وعواد. متبقي حوالي 3 أو 4 دقائق. الملحوظة الأبرز في هذه المباراة إن النادي الأهلي أو فريق النادي الأهلي يعني دخل وبدأ المباراة وهو عارف هو عايز إيه بالظبط. الزمالك ما دخلش المباراة وما دخلش الأجواء إلا متأخر جدا متأخر جدا. والنتيجة 3-2. الزمالك ما زال يبحث عن ريمونتادا تاريخية والأهلي متمسك بالكاس ومتمسك باللقب. تاني مصطفى وكرة في منتهى الخطورة جوه منطقة الجزاء لسه خطيرة لكن أحمد فتحي على طول يشيل ترجع للونش ياخدها لنفسه يمشي يتقدم الونش يمررها يسلمها إلى ساسي وبينية تاني إلى أوباما في مواجهة محمد هاني ناحية الشمال توصل عبد الشافي برجله اليمين يرفع الكرة وإمام ومصطفى محمد بيحاول يسيطر لكن بعدت وطولت الكرة وخرجت بره الملعب بعد تدخل من رمضان صبحي يحرس الكرة يسيبها تخرج إلى ضربة مرمى بعد ما منع زميله في المنتخب الأولمبي طبعا مصطفى من الوصول للكرة. الشناوي وقت حرج جدا في هذه المباراة وقت خطير جدا في هذا اللقاء. الفرق هدف و3-2 كان نتيجة سوبر 2015 في الإمارات. الأهلي فاز أيضا 3-2 يعني نتيجة تكررت من قبل. كرة عالية حمدي فتحي يطير لفوق يرجع مرة أخرى إلى بن شرقي وإمام عاشور ياخد مكان لكن يلعبها على شماله لأوباما يدخل جوه منطقة الجزاء وعرضية تاني خطيرة جدا من أوباما لكن محمد هاني وحمدي فتحي بالمرصاد ويطلع على طول ويشيل بره الملعب رمي التماس. عبد الشافي تتلعب لساسي يمشي فرجان جوه منطقة الجزاء يحافظ على الكرة ويلعبها ويمررها لكن تتقطع. الزمالك ضاغط الزمالك ماسك كرة وشبه حصار الآن. أشرف بن شرقي وعرضية يلعبها تروح في اتجاه المرمى وتمر جنب القائم وتخرج إلى ضربة مرمى أهلوي. كفاح كبير من الفريقين. الزمالك ما زال بيحاول الأهلي عرف يستغل الأخطاء. ريني فايلر في لحظة انفعال وميتشو ما زال يفكر والكل في الانتظار في المدرجات. طلعت برا الملعب رمي التماس تتلعب إلى ساسي على الأرض بن شرقي ساسي أمامية في الجهة اليسرى وتمريرة لكن ما تتظبطش ترجع على طول من دفاع النادي الأهلي. الونش يرد الكرة تعود إلى ساسي إلى طارق حامد اتقطعت الكورة لم تكتمل الهجمة الزملكاوية لكن ساسي يستعيدها يلعبها تخبط في أوباما وبيحاول يلحق لكن تطلع بره الملعب إلى رمي التماس. الفيصل الآن والوقت بدل الضائع 5 دقائق وقت بدل ضائع انتهى الوقت الأصلي وخمس دقائق وقت بدل ضائع وبدأنا بالفعل في الدقيقة الأولى. أحمد فتحي هيلعب التماس الاهلاوي من الجهه اليمنى
تتلعب الكرة عالية تترد على طول توصل للوينش مرة تانية إلى محمد عبد الشافي، تولد شوية من مصطفى لكن لسه بيحاول وبيكافح وبيعافر ونجح إنه يجيبها، لكن في النهاية برضه اتقطع. محمود علاء يقرب منه، مروان توصل مرة تانية من عواد لمحمود علاء، يلعب الكرة المرة دي طويلة وأمامية الرأسية على حدود منطقة الجزاء، ومصطفى محمد يجرب ويحاول على المرمى لكن تلمس الكرة في أحد لاعبي النادي الأهلي. أهو أدي كرة مصطفى محمد، ومحمد هاني، محمد هاني الحقيقة حط رجله في توقيت رائع، لأن كرة مصطفى فاكرين كرة جينيراسيون فوت السنغالي، الكرة اللي خبطت في العارضة في الثواني الأخيرة، كرة التعادل يعني ضاعت وخبطت في العارضة. مصطفى رجله مميزة جدا على المرمى، رجله مظبوطة على المرمى، وبيعرف في المواقف اللي زي دي وفي الكرات اللي زي دي يستلم ويركن والبليسنج وبيختار الزاوية الصح، لكن محمد هاني حط رجله في توقيت رائع الحقيقة، فراحت ضعيفة للشناوي. اتلعبت مرة تاني، مروان محسن، محمد مجدي قفشة، ترجع الكرة في الجهة اليسرى إلى علي معلول على الأرض، حمدي فتحي لمحمد الشناوي يقرب ويضغط عليه، مصطفى يبعدها على طول تلمس في أوباما، تطلع بره الملعب، رمي التماس أهلاوية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضايع. أحمد فتحي يلعبها للشحات، ترجع الكرة من محمد مجدي قفشة، يبعدها النجاز لكن ترجع تاني معلول، وتسديدة لكن يطير عواد، والكرة كمان راحت ضعيفة شوية وأرضية، طار عليها عواد ونجح في إنقاذها. كرة أمامية، حمدي فتحي يخلص، إمام عاشور يضغط على رمضان صبحي، ترجع مرة تاني إلى علولو لرمضان، لكن الوينش ولسه الكورة والمرمى فاضي. رمضان صبحي، رمضان يسلمها إلى علي معلول، رجع عواد في مرماه، الأهلي يحتفظ بالكورة، تمريرات محاولات، والزمالك يضغط ينجح في قطع الكورة في أقل من دقيقتين على النهاية. ميتشو وجهازه وحمدي النجاز، انطلاقه من ناحيه اليمين، يمشي حمدي يرفع راسه لكن لعبها عرضيه بشكل سيء جدا وسهله على دفاع النادي الاهلي، ومحمد هاني يتالق ويطلع. ترجع الكره تاني الى طارق حامد، قمه الاثاره في هذه المباراه اصدقائي المشاهدين، قمه الاثاره، وهذه الراسيه من مصطفى محمد، لكن يطير محمد الشناوي يمسك وينزل بالكره على الارض. المحاولات الزملكاويه مستمره، ساسي يلعب الكره العرضيه جوه منطقه الجزاء، وايمن عبد العزيز وكانه موجود في الملعب وكانه بيلعبها مع مصطفى، تعود من جديد الى ساسي لطارق حامد في الدقيقه الاخيره، وهجمه قد تكون الاخيره في المباراه. محاولات زملكاويه تاني الى اوباما، والتمريره جوه منطقه الجزاء، استلام من امام وعرضية يبعدها السلية، ومرة أخرى على حدود منطقة الجزاء، وتسديدة من طارق حامد لكن تخبط وتترد، توصل لحسين الشحات يشتت على طول حسين لكن ضعيف، طارق حامد يستلم مرة تاني، طارق ساسي ياخدها لنفسه، ومحمود علاء، ساسي والنجاز، يجري النجاز لكن أطول من اللازم التمريرة، يسيبها الشناوي وتطلع بره الملعب إلى ضربة مرمى للنادي الأهلي. الأعصاب محترقة، المباراة مشتعلة، وحتى اللحظة الأخيرة النتيجة معلقة، فرق هدف واحد، لكن أعتقد أن فيليكس بريتش على وشك إطلاق صفارة النهاية في هذه المباراة أصدقائي المشاهدين. ضربة المرمى للنادي الأهلي، محمد الشناوي، انتهى الوقت الأصلي وانتهى الوقت بدل الضائع، خمس دقائق انتهوا، ريني فايلر بيشير للألماني ان الوقت خلص لكن اللعب ما زال مستمر. مروان محسن يكمل
يلعبها عالية على حدود منطقة الجزاء، يبعدها محمود علاء، واللمسة والصفارة، والسوبر أهلاوي بالفعل أصدقائي المشاهدين، السوبر أهلاوي للمرة الحداشر في تاريخ النادي الأهلي، والبطولة الأولى للسويسري، البطولة الأولى لريني فايلر بعدما تولى المسؤولية منذ أيام أو منذ أسابيع قليلة جدا. ينجح في بداية مشواره مع النادي الأهلي، ينجح في تحقيق لقب على حساب الغريم التقليدي وعلى حساب الزمالك، بطل دوري 2018 يفوز على بطل كاس 2018 في السوبر المصري في بداية موسم نتمناه موسم جيد إن شاء الله، نتمناه موسم ناجح. النادي الأهلي دخل المباراة وهو يعرف تماما ماذا يريد، سجل أجاي في الدقيقة 20، سجل حسين الشحات في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضايع، جاء جونيور أجاي من بعيد مرة أخرى في الدقيقة 49 في بداية الشوط الثاني ليسجل هدف ثالث، صعب المهمة جدا على القلعة البيضاء. حاول الزمالك العودة، نجح بالفعل في تسجيل هدفين من ركلتي جزاء محمود علاء في الدقيقة 64 والدقيقة 76، لكن هدفين ما كانوش كافيين إن الزمالك يعود ليلحق بقطار المباراة، وبالتالي الأهلي هو البطل، الأهلي هو السوبر، 3-2 في السوبر المصري. أصدقائي المشاهدين، نلتقي من جديد بعد اكتمال أو بعد تجهيز ملعب برج العرب لمنصة تسليم الكأس ومنصة تسليم الجوائز والميداليات، نعود مرة أخرى بعد قليل.